احنا محتاجين ايه؟ لاعاده الثقافه والسلوكيات الحميده في الشارع. عايزين الناس تطيل بعضها والناس تبقى كويسه لبعضها وتحب بعضها، والدوله يعني ده دولتهم، زي ما يكون واحد بيخاف على بيته بيخاف على الدوله. الانسان اللي بيبني نفسه، البيت بيبني اولاده، والاب بيشوف ولاده بيثقفهم بيربيهم على الاخلاق، ولما بتكبر الولاد برضو بتربي اجيال اللي بعديها. نخلص لبعضينا ونخلص لله، نخلصنا لله وخلصنا لبعضينا وقدرنا الفقير ان هو زي الغني، هنبقى محترمين. في عدة جهات موكلة بهذا، البيت، الاسرة، الشارع، المدرسة، المسجد، الكنيسة، لان دول كلهم بيشكلوا البيئة. فعل تطبيق القانون على الجميع بحيث الكل يتثقف، يعرف ان ما فيش حد هيفلت من العقاب، وبعدها الناس هتلتزم تلقائيا حتى لو ما فيش عقوب. فين البرامج اللي كانت مسابقات عن الثقافة؟ وفين البرامج اللي هي كانت دايما تنصح الشباب؟ فين الرحلات اللي كانت تاخد الولاد وتوريهم معالم البلد والثقافة بتاعت البلد؟ النهاردة الشباب بيتأثر تأثيرات كثيرة جدا بأشياء كثيرة جدا محيطة به، فاحنا لنا ثقافة خاصة العربية والمصرية تحديدا لابد ان احنا نحافظ عليها. السلوكيات دي عادات، عشان تغيرها في مصر دول ناس اتعودوا على كده بقالهم مئات السنين. بس زمان قبل مئات السنين كنا كويسين. كنا كويسين لان كان في ناس محترمة وكان في ايمان. كانت فرصة، كانت الناس عايشة وخلاص، وعايشين في زمن لا في تلفزيون ولا في بتاع ده التليفون اللي كل واحد عامل قفاه فيه كده اهو. يعني انت حابب تقول ان التكنولوجيا هي السبب؟ تدي له على قفاه ما يحسش هو بتعمل، المهم ايه ماسك التليفون عمال يعمل فيه كده اهو طول النهار وطول الليل. يعني التكنولوجيا السبب؟ مش سبب، ما هو التكنولوجيا نظيفه وجميله، لكن احنا بنستعملها استعمال غير مظبوط.